بقات مسألة التنسيق ما بين الشركات اللي كلفت بالأشغال حسب الأجزاء للو، وما بين لوماتر دوفراج صاحب المشروع اللي هو مديرية الأشغال العمومية، والمؤسسة المسيرة للميناء. وانتم لاحظتوا باللي في عين المكان فيه بعض الملاحظات وبعض الانشغالات الحقيقية فيما يخص الشبكة الكهربائية، فيما يخص لا ريزيرف دو الخزان المائي اللي راح يكونوا خلال الأسبوع هذا، راح يكون تنقل لفرقة تقنية متعددة المهام باش تتم المعاينة والمراقبة وما يسمى بإمضاء محاضر، إما استكمال الأشغال أو ما تم الوقوف عليه من أمور اللي ماهيش من أمور سلبية يتم رفعها، وبعدها يتم أولا إمضاء محاضر التسليم والاستلام بين المقاولة وصاحب المشروع، وبعدها محضر لا رميز دو جيستيون تسليم التسيير.